الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الوديعة، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام الكتاب بأسره، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعله في موازين الحسنات، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم وثباتكم على المجالس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطهما، أي شرط المودع والمودع، كشرط الموكل والوكيل، كما بينا في الشروط التي لابد أن تتوفر في كل من كان له أهل التصرف. قال: لأنه استنابة في الحفظ، فلا بد أن تتوفر فيه الشروط التي تتوفر في كامل الأهلية. قال: ويشترط صيغة المودع أن يقول له مثلا: استودعتك هذه الأسورة، استودعتك هذه السيارة، أو استحفظتك هذه الأرض، أو أنبتك في حفظه. ويمكن ألفاظ أخرى تقارن من هذه الألفاظ، بأن يقول: خذ هذه أمانة عندك، أو يقول له: أعلم أنك أمين خير أمين، فاحفظ لي هذه عندك، أو يقول: إني أخشى على ضياع هذه الأمانة وأتركها عندك، وأعلم أنها عند أمين بيد أمين. فكل هذه من الألفاظ التي أو الصيغ التي تكون في الوديعة، وليست مرتبطة بلفظ معين. قال: والأصح أنه لا يشترط القبول لفظا، ولكن يكفي القبض. هنا تعامل بمسألة كالمعطاة، يعني لا يشترط أن يقول قبلت، ولكن القبض يكفي، القبض يكفي في العقار والمنقول، وهذا كالوكالة. والثاني يشترط بناء على أنها عقد، كعقد البيع. عقد البيع لابد فيه من إجاب وقبول، وإن كان الحق أن هذا العقد أصالة يفارق عقد البيع، بأنه عقد إرفاق، فإن كان عقد إرفاق فيسهل على الإنسان كما قلت بالقبض يكفيه دون اللفظ. والثالث يفصل بين صيغة الأمر كأحفظ، والعقد كأودعتك كما في الوكالة، والخلاف كما قال الإمام المتولي، التفت على أن العقود يعتبر فيها ألفاظها أو معانيها. طبعا احنا عندنا في المذهب الشافعي الاعتبار فيها بالألفاظ لا بالمعاني، الاعتبار فيها بالألفاظ لا بالمباني لا بالمعاني. عامة كما قلت الأصح في ذلك هو أنه لا يشترط القبول لفظا، ولكن بلسان الحال إذا قبض كان قبولا. قال: ولو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله، يعني الصبي الذي أودع للأمين مالا، صبي أو مجنون، الصبي ناقص الأهلية والمجنون فاقد الأهلية. وإحنا قلنا أنه لابد أن يشترط في المودع والمودع كشرط الوكيل والموكل
فإذا هنا لو أودعه صبي أو مجنون مالا لم يقبله، كأنه لا إيداع. فإن قبل ضمن. لما ضمن؟ لأن هذا ينزل منزلة الغصب، هذا لا عقل له ولا تصرف له، ليس له الأهلية على التصرف. فلو قبل منه الوديعة فكأنه غصبها منه، فيعامل معاملة الغاصب، ويده تصير يد ضمان، يده تصير يد ضمان، إلا إذا رد المال للوصي أو أدى للولي. إلا في حالة واحدة، يده لا تنتقل إلى يد الضمان، إذا رأى المال في يد الصبي أو المجنون وخشي على المال من الهلاك فأخذه لحفظه، فيده تبقى يد أمان، ويكون بذلك محسنا لهم. ومن باب قول الله جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو إذا أخذ ذلك حسبة له ذلك، ويده تبقى يد أمان. وهذا أيضا يكون إذا لم يرد غيره يحفظ هذا المال. قال: ولو أودع صبيا مالا فتلف عنده لم يضمن، إذ ليس عليه حفظه. احنا قلنا لابد من الشروط أن تتوفر في المودع وفي المودع، وهو أعطاه لنقص الأهلية فلا يلومن إلا نفسه، فأعطاه لنقص الأهلية فلا يلومن إلا نفسه، والصبي لا يضمن. أما إن أتلفه ضمن في الأصح، وقلنا هذا من باب الوضع، وضمان المتلفات الأصل فيها أنها من باب الوضع، ولأنه لم يسلطوا عليه لإتلافه فيضمنه. كان يمشي في الشارع فيكسر له زجاجا أو يقطع له شيئا فيضمنه. ومقابل الأصح: لا، كما لو باع شيئا وسلمه إليه فأتلفه فلا ضمان عليه. والفرق على الأول أن البيع يتضمن التسلط على التصرف، ومقتضى كلامي في الأوضة تبع للرافعي في موضع تصحيح الثاني، وخصصهما بعض المصنفين بغير القتل، وقال: لو كان عبدا فقتله ضمنه قطعا. والصحيح الأول كما قلنا، وأنه حتى لو وإن أتلفه ضمن، إن أتلفه ضمن، لأنه غير مسلط عليه. وقلنا قبل ذلك بأن غير المكلف ولو أتلف شيئا لأحد من باب ضمان المتلفات، من باب الوضع، فعليه الضمان، وعلى وليه أن يدفع الضمان ويدفع حق ما أتلف. قال: والمحجور عليه بسفه كصبي. المحجور عليه بسفه، إذا تصرفاته لا تعتبر كلا شيء، كما أن تصرفات الصبي لا شيء، فلا يصح، لا يصح أن يودع أو يودع، فهو كالصبي في إيداعه. الإيداع عنده كما بينا أن الإيداع عنده لا يصح، لأنه ليس كامل الأهلية، لأنه محجور عليه بسفة. وأيضا إن أودع شخصا شيئا فإنه أيضا لا يعتبر، لأنه ليس كامل الأهلية. قال: وترتفع بموت المودع أو المودع وجنونه وإغمائه، كما قلنا هذا العقد عقد إرفاق، وينزل منزلة الوكالة فيرتفع بموت أحدهما. قال: وترتفع بموت المودع أو المودع أو جنونه أو إغمائه. والحق أنه يلحق بالجنون والإغماء الحجر بالسفة، فترتفع ويحدث الرد. قال: ولهما استرداد، الاسترداد والرد كل وقت، يعني حتى وإن لم يكن له الاسترداد، كما أن له إلغاء الوكالة فله الاسترداد، وهي بمثابة أمانة، يأخذها وقت ما شاء، وهي ليست موقتة بوقت، حتى لو وقتها وتعجل وأرادها له ذلك حقه، وقد تصير مضمونة بعوارض، وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن. هنا الآن يبين أنها تكون مضمونة بما يحدث بالعوارض،
قبل أن نمر على الأمثلة التي ضربها، فإحنا نقول قد المودع يد الأصل فيه أنه يد أمان، وتنقلب إلى يد ضمان بالتفريط، تنقلب إلى يد ضمان بالتفريط. وأنواع التفريط كثيرة، قبل أن نسردها عليكم بكلام المصنف، يمكن أن نقول في عصرنا هذا حتى يظهر للجميع بأنه قد نقول بأنه أودعه مالا فأخذ المال فجعله في مكان مكشوف يراه المرة أو يمر عليه الناس كثيرا، وأيضا يتداول المكان ناس كثيرون، فهذا يكون مفرطا فيضمن بذلك، أو يأخذ الوديعة ثم بعد ذلك يذهب بها إلى شجرة معينة أو إلى حائط تابع لبيت رجل معين فيدفنه فيه، فأيضا يضمن بذلك أنه تفريط، للوصول إليه سهل في هذا الباب، أو أنه يأتي مثلا بالبهيمة فلا يرعاها ولا يعلفها ولا يطعمها فتموت. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. من ذلك أيضا أن يأخذ المال المودع فيضعه عند آخر، فيودعه عند آخر، هذا يضمن بكل أحواله، فيها تفريط لأنه أودعه عندك أنت يأتمنك أنت ولا يأتمن غيرك، أو إن يأتمن غيرك أنت لا تدري، فالذي فعلته تعدي فيضمن بذلك، أو يأخذ الوديعة ويركب بها البحر، والبحر عرضة الهلاك وتلاعب الأمواج، ولذلك أيضا يكون ضامنا لها. أو يأخذ الوديعة فيقرضها، وهذا تصرف في أمانة ليس له أن يتصرف فيها، تصرف في أمانة ليس له أن يتصرف فيها، فإذا نقول أنه قد فرط ويضمن بذلك، فرط ويضمن بذلك. أما الأمثلة التي ضربها المصنف قال وقد تصير مضمونة بعوارض منها أن يودع غيره بلا إذن ولا عذر فيضمن، يعني أودع عند غيره، وهذا تصرف في أمانة لم يسمح له فيه بالتصرف، وأيضا إنه ائتمنه هو ولم يأتمن الآخر. وقيل إن أودع القاضي لم يضمن لأن أمانته أظهر وهو نائب الغائبين، والأصح أنه لا فرق ما دام قد استأمنك أنت، فلعله هناك مظالم والقاضي قد ظلمه مثلا وهو يريد أن يمعن الظلم فيه، فتكون الفرصة قد أتته واتية بأن تودع عنده الوديعة. الذي للشخص وإن كان الملك حاضرا فلا ولاية على ماله، فإذا ما كان له أن يعطيها للقاضي. أيضا وإذا لم يزل يده عنها جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز أو يضعها في خزانة مشتركة بشرط أن يكون أمينا، يعني رجل أعطاه مثلا يعني ذهبا فحمله عنه عامله، وعامله كان رجل أمينا يعرف الخزانة يعرف المكان الذي يضع فيه، فذهب معه فوضعها في الخزانة، ليس هذا تفريط، وجرت العادة بذلك. قال وإذا أراد سفرا فليرد إلى المالك أو لوكيله. عليكم السلام وبركاته. وإذا أراد سفرا ردها إلى المالك أو إلى الوكيل، لأنه لو سافر بها يكون قد فرط فيضمنها بذلك. فيردها على مالكها، فإن لم يستطع فعلى الوكيل، والوكيل ينزل منزلة الأصيل. فإن فقدهما أي لغيبة الغيبة ونحوها فالقاضي، لأن القاضي يكون ولي من لا ولي له. وعليه القبول، لأن المالك لو كان حاضرا لزمه القبول، فينوب عنه الحاكم وهو ولي أمره عند الغيبة، كما لو خطبت امرأة وليها غائب. فإن فقده فأمين، يعني إن لم يجد القاضي فيبحث عن أمين فيضع عنده هذه الوديعة قبل أن يسافر.
فيضعها عند أمين يأتمنه ويعلم بغلبة الظن أن المودع يحب هذا الشخص ويستأمنه فيأتي به بديلا حتى تبرأ ساحته. والحق أنه إذا أودعها عند غيره وجب الإشهاد على ذلك، وجب الإشهاد على ذلك تبرئة وتثبيتا للحقوق. قال فإن دفنها بموضع وسافر ضمن، لأنه إن دفنها بموضع الموضع يرتاده الناس وهو عرضة إلى الكشف، لو واحد معه الكلاب هذه التي يربيها قد ينبش في الأرض ويخرج هذه الـ يعني الماء، هذا المال أو هذه الوديعة، فيضمن بذلك لأنه عرضها للخطر. والأصل أنه أمين ووجب عليه ألا يعرضها للخطر. فإن وضعها في حرز ووضعها في مكان أمين لكنه أخبر بها صاحبه وكان صاحبه أمينا يسكن الموضع، هنا قال علماؤنا يصح ولم يضمن في الأصح لأنه أحال على أمين. ومقابل أصح يضمن ذلك إعلام لا إيداع، وصح أنه لا يضمن، الصحيح أنه لا يضمن. وإذا كانت الدائرة على المودع أو المودع وأراد أن يجعل مكانه أحد، فأعلم بها أمينا ليحصلها، كان هذا إعلام على سبيل الائتمان وليس إيداع. قال لو سافر بها ضمن. قال المصنف ولو سافر بها ضمن، لكن سبحان الله، ولما السفر بها يستلزم الضمان، لما السفر بها يستلزم الضمان. وده صحيح. لكن لما فرقنا من السفر والحضر؟ لأنها في الحضر أيضا قد تتعرض للتلف وللسرقة. الحق أن نقول هناك مفارقة بين حرز السفر وحرز الحضر. فهو في السفر قد قال مثلا قطعة من العذاب، هذه القطعة من العذاب تؤنبه وأيضا قد لا ينتبه فيضع الوديعة فتضيع منه، وأيضا بأن حرز السفر ليس حرزا ولا يستطيع يعني إخفاءه عن الجميع، وقد يتتبعه أحد فيسرقه منه. إلا إذا وقع حريق أو غارة وعجز عن من يدفعها إليه كما سبق فإنه لا يضمن. يعني هنا المسألة في الضمان بأننا نعلم إن كان الأمر ضاعت الوديعة بسبب من حريق أو غارة أو عجز أو شدة أو مشقة أو غير ذلك وصدق بيمينه، لكن هنا يقول بأنه إذا وقع الحريق وتلفت الوديعة لا فإنه لا يعاتب على ذلك ولا يضمن لقيام العذر به.
قال والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب، أي لم يجد حرزا آخر ينقلها إليه، أعذار كالسفر. والمعنى كلها أعذار تبيح له أن يترك أن يترك الإيداع أو الجواز، جواز الإيداع عند الغير، جواز إيداع زيد عند عمرو. قال وإذا مرض مرضا مخوفا فليرد إلى المالك أو وكيله، وإلا فالحاكم أولى أمين، فالحاكم أو إلى أمين واحد آخر أمين، أو يوصي بها، أو يوصي بها أي إلى أمين، كما إذا أراد السفر، والمراد بالوصية الإعلام والأمر بربها. فهو إن كان مرض مرضا مخوفا وجب عليهم أن ينظروا في الحال، لأن كان على مشاهد الموت حركوا مشاعره فوصى بهذه الوديعة أو تكلم عنها أو بيّن الأوصاف حتى لا يكون الإجحاف على صاحب الوديعة. فإن لم يوصي قال ضمن، لأنه كما قلنا لأنه أمين في الإيداع، والوديعة عنده على سبيل الأمانة. فقلنا إن كان مريضا مرضا مخوفا فإنه يكتب ويجعلها له. فإن لم يفعل ضمن، يعني إن لم يفعل ذلك بأن كتب الوصية أو تكلم بها يضمن، لأن هذا منه تفريط، ولأنه عرضها للسرقة أو عرضها للفوات. طبعا هذا كله إن كانت المسألة على الوصف المنطبق. قال إلا إذا لم يتمكن بأن مات فجاءة، بأن مات فجأة أو قتل غيلة، فلا ضمان. هذا قدر الله نزل عليه، وقد يستدل على ذلك بحديث الجائحة، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه. فهذا قدر الله جل في علاه، وعليه ألا ينازع الله قدره. والمحبوس لقتل فهو كمرض مخوفا، ولا يلزم الورثة التسليم بمجرد الكتابة أن هذا وديعة، لأن الخط لا يثبت حقا على كاتبه، الخط لا يثبت حقا على كاتبه. شو انظر حتى في الطلاق قلنا بأن الخط والكتابة قد لا تقع إلا بالنية، إلا باقترانها بالنية. لذلك نقول لا يلزم الورثة التسليم بمجرد الكتابة أن هذه وديعة، أتى بكتاب مكتوب قال هذه وديعة، لأن الخط قد لا يثبت حقا على كاتبه، يكون أجبر عليه، يكون فعل ذلك تلاعبا. فلذلك قال هنا الخط لا يثبت حقا على كاتبه، كذا علله كثير من علمائنا. وإذا مات القاضي ولم تولد شركة أو شركة تيمم في تركته لم يضمنها، وإن لم يوصي ولم يعين لأحد مالا، إنما يضمن إذا فرط، سواء مات عن مرض أو عن بغتة. هنا هذه المسائل وهذه الأبواب تبين لك تسلسلا التمسك بهذا الباب، وهي قبول الوديعة والأمانة، وأنها تكون في يد المودع كيد أمانة. قال ومنها إذا نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز ضمن. هنا الآن كما قلنا إن وضعها في حرز يصعب الوصول إليه، فنزعها فوضعها لحرز هو أيسر ما يكون للناس، يكون بذلك قد فرط، وإن فرط فعليه الضمان.
ففي قول ومنها إذا نقل من محلة أو دار إلى أخرى قد تكون من بيت لبيت في دار واحد أو من خل خان في محلة واحدة، فإن كان في مكان واحد في دار واحد لهم أخوان لهما بابان فيكون لا يكون ضامنا. ومنها أن لا يدفع متلفاتها، أي أنه يجب عليه دفعها عنها على المعتاد، لأنه من أصول الحفظ هو الآن يدفع متلفاتها، ليس عليه أن يدفع متلفاتها لأنها ليست ملكا له وهو في غاية أمره أنه وكيل. نعم. قال فلو أودعه دابة فترك علفها، ترك علفها يعني إيش؟ يعني لم يعرفها، لم يأتي لها بالطعام، هذا يعاقب على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن المطوفين عليكم والطوافات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلو تركت دابة مدة يموت مثلها ضمن بذلك سواء أذن لها في العلف أم لم يأذن، الموت جاء من طريقي بسبب تفريطه هو. قال فلو أودعه دابة فترك علفها، يعني عاش بالإيداع وليس فيه ثمة شيء، فإنها عنه فلا على الصحيح للإذن في الإتلاف، لكن يعصي للحرمة ومقابل الصحيح يضمن، لأنه لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع بدل أنه يأثم، ولعل الثاني هنا وإن كان مقابل الصحيح فيه روح قوية. ولو كانت بهمة أو كان من إبل من بهيمة الأنعام أو إبلا أو قل بقرة وهو لا يعرف كيف نظام الطعام لها قد يضر بها، إن أمسك أضر بها وإن أعطاها بتفريط أضر بها، فهذا يجب أن يأتي أحد من المودعين أو المودع نفسه يأتي فيبين له كيف يتعامل معها، وإلا فلا أجر له في ذلك. وإن أعطاه المالك علفا أي بفتح اللام علفاها منه، وإلا فليرجعه وكيله. فإن فقدها الحاكم كما هرب، يعني فرت منه الحاكم، أتوا له بأمة فاستطاعت أن تفر أو تهرب منه، وهي قال ولو بعثها مع من يسقيها أي وكان أمينا لم يضمن في الأصح. هنا وهمت أنا في هذا، قال المصنف وإن أعطاه المالك علفا علفها منه وإلا فليراجعه، يبقى إذا نفقتها عليه، نفقتها على المودع، فإن قصر فليراجعه أو يراجع وكيله، يراجعه ويرجع إلا أن يفعل دعاء أو وكيله. طبعا أخطأت فيها وهم يسيرون معي كالسيف، خطئهم مخطئون. قال وإن أعطاه المالك علفا أي فتح لم علفها منه وإلا فليراجعه، يراجع من؟ قلت يراجع الله بالدعاء، قلت ذلك أنا وأنتم نائمون، فليراجعه، الضمير عائد على من؟ الضمير عائد على المالك، على المالك الذي أعطاه ليعلفها، فليراجعه، يراجع المالك أو وكيله، ولأن الوكيل أنزل منزلة الأصيل ليستردها أو يعطي أو يعطى علفها. فإن فقد فالحاكم هو الذي يفصل في هذا الباب. كما فر الجمل وأتوه به. وإن بعثها مع من يسقيها ويعتني بها لم يضمن لأنه وضعها في يد أمينة. ولأن العرف جرى بذلك. وقد قال بعض العلماء في الثاني لأن هذا في الأصح مقابل الأصح أنه لا يصح بل يضمن لأنه أخرجها من حرزها يعني من مكانها في يده
اخراجها فلذلك يضمن. قلنا اخراجوا لها على وتيره الجميع، فقد اخرجوا اولادهم هكذا او ودائعهم هكذا. قال وعلى المودع تعريض ثياب الصوف للريح كي لا يفسدها الدود، وكذا لبسها عند حاجتها. طبعا هذه الأمثلة برضو يعني قد تكون أمثلة واقعية أفضل، بأنه أعطاه ثوبا وقال اجعله عندك أريده على شهر، يعني بعد الشهر القادم أنا أخذه منك، وكان قد صنع العرس فلا بد أن يضمنه في مكان لا يكون الضرر عليه بارغ فيه، لا يضعه في مكان مكشوف، وأيضا لا يضعه في يعني لو أراد الغسل فلا يغسله بالمواد التي تذهب لونه، وأيضا إن أراد لبسه فلا بد أن يستأذن بذلك. فهذه إن تعدى في هذه الثلاث أو هذه الأربع يكون متعديا ويضمن، يكون متعديا ويضمن. فإن غسل ثوبه مع أثواب قد تبهت عليه قد تضيع لونه يضمن في ذلك، يضمن في ذلك، وإن لبسه يضمن أن لبسه يعرضه للخطر فيضمن في ذلك. وتمشية الدابة ذهابا وإيابا لكثرة الوقوف، طبعا هنا الخوف عليها من هذا فتمشي، يعني تمشي ذهابا وإيابا، قال كنشر الثوب. قال ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن، لأنه رسم له طريق في الأمانة، استأمنه على أساس أن يضعها في مكان ما، فإن لم يضعها في نفس المكان فقد خالف ما أمر به فيكون ضامنا. قال فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن للمخالفة، لأنه قال لا تجلس ويعلم أن الصندوق رقيق ويعلم أنه بدين، فقال له لا تجلس لن يحتملك لا تجلس، فجلس فانكسر يضمن بذلك، لما جلس فانكسر الكرسي يضمن بذلك. قال ومنها أن يعدل عن حفظ المأمور وتلفت بسبب العدول فيضمن، لأنه لو راعى المأمور به لم يتحقق التلف. قال ولو فلو قال لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه ضمن، وطبعا الضمن هنا الضمان هنا للمخالفة، قال له لا تفتح الصندوق فتح الصندوق، قال لا تقف أمام الصندوق وقف أمام الصندوق، فكل ذلك دلالة أنه قد خالف ما أمر به فيكون الضمان بسبب تقصيره. قال وكذا لو قال لا تقفل عليه قفلين فأقفلهما زيادة الاحتياط، قال ويضمن الثاني يضمن للإغراء ومحل الخلاف في بلد لم تكن فيه تجارة أو عادة يعرف بها، وإلا فلا ضمان قطعا. إذن الضمان ليس أصلا، الضمان مستثنى، وهذا حق، لأن يد المودع يد أمان، لأن يد المودع يد أمان. ثم قال ولو قال اربط الدراهم في كمك، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. يبقى أنني أختم بأن طلبة العلم وجب عليهم أن يحفظوا المتن أو يفهموا معناه ويسقطوه على الواقع، لا يسقطوه على نفس الأمثلة التي جاءت بالكتاب، يسقطوه على الواقع. وكثير ما ترى من التحركات وتعاملات الناس فيها ما فيها من الإيداع فيه سمات شخصية معينة، وفيه أيضا شروط أخرى من أجل الحفاظ على الوديعة، ولأن قبول الوديعة من المستحب بمكان، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
حديث أنا نعم عامة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ففاعل الخير هنا هو قبول الوديعة أو مساعدة المودع أن يحافظ عليها، مساعدة المودع أن يحافظ عليه. نقف عند هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل لبن الدابة يستعمله المودع عنده أم لا؟ والنفق عليه أم لا في علف الدابة إذا أراد استعماله؟ لو أودع عنده بقرة ووضعها في مكانها فيد يد أمانة، فبعلفها نعم يستخدم لبنها، بعلفها يستخدم لبنها. احنا وقفنا عند حديث أسبق صحيح؟ شرحناه. وحديث أسبق فيه لطيفة من لطائف الإسناد، الثلاثة المتأولين كما قلنا قبل ذلك بأنهم مصريون، والثلاثة بعدهم أبو النضر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمر كلهم إيش؟ مدنيون. أبو النضر وأبو سلمة وابن عمر نعم مدنيون، ورواية صحابية عن صحابي، وهي رواية الأصاغر عن الأكابر، كلها من لطائف الإسناد، كلها من لطائف الإسناد. هل يجوز للمرأة أن ترضع ولدا بدون علم زوجها، علما أنه سبق واعترض على إرضاعها لأي طفل غير ولدها؟ لا، ما يجوز لها أن تفعل ذلك إلا بعد إذن. ما ساب اللبن إلا بمائه، لا يجوز لها إلا بعد إذنه. يقول رجل: تقريبا استودع شاحنة ولم يفرط في الحفاظ عليها وسرقت منه، هل هو ضامن؟ كيف سرقت منه؟ سرقت منه، لابد نعرف كيف سرقت منه، لأنها قد تكون بتفريط منه، نام عنها أو 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 وقف بالشاحنة في مكان موحش، فهذا عرضة للسرقة، فلابد يعرف حتى نعلم هو فرط أم لا، حتى نقول ده يضمن أو لا يضمن. نعم. صحيح البخاري. ما زلنا في مسح الخفين، باب المسح الخفين، حديث ثاني. خلصنا التبويب والحديث الأول. نعم. لو استودعه ما يحتاج حفظه مالا ونفقه، فعلى من النفقه؟ النفقه على المودع. وإن أنفق المودع فيرجع النفقة على المودع. سائل عن الشاحنة يقول: سرقت أثناء الليل وكانت مع الشاحنات الأخرى التي يملكها، مع الشاحنات الأخرى يعني فكان فيه شاحنات وليس موحشا وليس طيب، إذن لا يضمن.